وهي موجوده قدامها بالفعل مع فنانين ونجوم كتير على الساحه دلوقتي عادي في الوقت الحالي. هتقول لنا مثلا عن موقفه مع كزبره هنبدا بيه وهتشرح لنا وتحكي لنا حاجات ومواقف كتير جدا اول مره تسمعه. حلمي كان بيجي هنا هم مطربين كتير طبعا اولهم كان جاي بالصدفه كزبره كان هو عامل معاه حلقه على التلفزيون. بعديها بفتره كزبره كان جاي لي لقى حلمي قاعد معايا جري استخبى يعني دخل استخبى جوه في الحمام وقال رحت عيمان وقلت له في قال لي انت جايباه عشان يبهدلني تاني يعني قلت له لا ده طيب خالص اقعد معاه وشوفه. فراح حلمي راح بص له كده قال له قلت له حلمي ده ابني الصغير وهو خايف منك قال له لا انت طيب وانت كويس بس بطل اللي انت بتعمله ده كزبر. تاني حاجة وقعد معاه بقى وفي حديث ضايق بينهم هما كل اللي بيجولي بيبقوا قاعدين حلمي بقى قاعد وهما بيجوا انا اصلي حوار ضايق بينهم الكلام اللي ضايق بينهم عادي عادي جدا اللي هو انت طيب وتبص لمستقبلك واعدل من الاغانيس وكده يعني الطبيعي بتاعه ما يعني ما هاجمهوش او كشم له او زهق او تعصب لا خالص. بعدها برضو نجم حلقوله طبعا معروف في اسكندرية معروف بتاع غنوه حب عمر كيم وكونو ده عامل اغاني كتير جدا. لقاه برضو قاعد معايا تحت بقى مش هنا قدام المطعم تحت مطعم ايه الحواوشي لو البراند بتاع الحواوشي اللي هي الحلمبوحه بتقول ليلى حواوشي الحلمبوحه دي بتجي لي كومنتات كتير. انا عايزه اقول لك حاجه يعني مثلا لما تقول ليلى حواوشي هو ده ما يعني ما يبنيش بشيء ده براند عندي في المطعم بتاعي هي كده عملت لي دعايه ببلاش الا ربع اكتر ما هو اصلا مشهور يعني اكتر ما هو مشهور اصلا يعني تنزلي يعني في الطياره مكتوب كده يعني في موجود في قلب الطياره كده حواوشي شلبي موجود. فانت ما تقولي حواوشي ما تبنيش بشيء خالص ده براند عندي في المطعم من ضمن الاكلات اللي موجوده وعادي جدا يعني يلا دعايه ببلاش. فطبعا جه حلقه له قال لي لا انا خايف منه وبتاع قلت له اقعد يلا قال لي قلت له اقعد راح قعد اتصور معاه وسمعه صوته قال له انت حلو وكويس وبتاع. برضو نجم تاني اسمعين الليسي كان جاي لي برضو لقاه قاعد معايا تحت وتصور كل دول متصوروا معاهم يعني ما تخشوا على صفحاتهم وبتاع تلاقوهم متصورين مع حلمي تحت في المطعم عندي نجوم كتير جدا 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 وكان يهزر معاهم ويقعد معاهم. طبعا كلهم بيقولوا لا ده بيكشم وهيزعق لنا ويضربنا قلت له لا فلقاهم لقوه لذيذ جدا غير ما هو كان بيهاجم الناس على الشاشه وانا ما عرفتش بيه اللي هو كان بيهاجمني مع عيالي في حلقه وائل ابراش الله يرحمه يعني مش جايبه استاذ حلمي بطل زي ما الحلمبوحه بتقول الحلمبوحات كلهم بيقولوا اللي انا بعمل بيه فيديوهات او بستغله يعني لا طبعا الناس كلها عارفه اللي انا ما عرفتش بحلمي اللي هو هاجمني مع وائل ابراش الله يرحمه على الحلقه هو هاني شاكر بس في من المطربين يعني اللي بيبقى مثلا الاستاذ حلمي هاجمهم قبل كده او كشم لهم على التلفزيون مفيش حد منهم مثلا جه لجأ لك قال لك والنبي توسطي لي خليه يرضى عننا او بالعكس هم في كذا واحد منهم طبعا من غير يعني اذكر اساميهم قالوا لي احنا عايزين استاذ حلمي نطلع معاه في لايف من عندك او من عندنا او عرفينا بيه ان هو خلاص بقى يعني احنا مش زي ما هو شايف هو ليه بيهاجمنا احنا كبتوع مهرجان. قلت لهم لا حلمي عادي كل يوم هتلاقوه عندي وتعالوا هتلاقوه قاعد واقعدوا مع بعض وشوف وجهه نظره ايه هو هيقول. جم بالفعل وقعدوا معاه ولقوه يعني خدوا ودوا معاه في الكلام لقوه قالوا ايه ده طيب جدا صوروا معاه كلهم اتصوروا قعدوا يعني مش حلمي مش شرس يعني مش شرير طيب طيب جدا جدا جدا. انا في حاجه يعني برضو انا مش ملم بيها وعذريني يعني فعايز اعرفها قوي منك عشان خاطر انت اكتر واحده مقربه لي. السنه اللي فاتت بالظبط كان في رمضان كان الفنان مصطفى كامل عامل يعني فطار كده في رمضان للجمعيه العموميه فكنت شفت الاستاذ حلمي قاعد على كرسي كنت دي اول مره اشوفه قاعد على كرسي. فطبعا اللقطه يعني ألمتني وألمت ناس كتير فعايزك تحكي لي ايه سبب قعده على كرسي. انا ما اعرفش والله ما شفتش
يعني ما شفتش يعني اللقطة دي، بس هو طبيعي اللي هو لما طلع من المستشفى كان كويس جدا جدا جدا. اللي يقول غير كده اقول له لا، حالته ما اتدهورتش غير بعد الاسم نور ده ولما رجع للمرض بس. كلكم اكيد رجعوا للايفات، رجعوا للفيديوهات او شفتوه على الطبيعه، هو كان مليون الميه حالته ما اتدهورتش غير لما نور ده نصب عليه، كان حالته برضو تمام وبيتكلم وبتاع، وجابوا له كرسي واسناد اللي نور عايز حق الكرسي، حوارات كتير جدا 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 يعني برضو. لكن مفيش بقى الكلام اللي هو فقط حركته ولا مش الكلام ده خالص، كان واقف على رجله طبعا، كان واقف على رجله مش الكلام ده خالص. يعني انا ما شفتهوش من 4 شهور أو 5 شهور، 5 شهور يعني بعد المستشفى بتاعت المهندسين النقابة، بعدها مثلا شهرين، بعدها ما شفتهوش بصراحة. يعني عارفة اللي هو رجع ليها وقال لي بنتي وبتاع، قلت خلاص يا حلمي اهم حاجه بنتك ومراتك، انت تكون مرتاح، لو في حاجه حصلت بكلمني بس. كان في تواصل بعد ما قال لك كده، تواصلتوا تاني ولا لا؟ ما تواصلتش تاني، عشان قلت له لو رجعت لها هتعذبك تاني. ما هي عماله انت ما انت بتقول ان هي بتجيلك وبتعمل وبتعمل معاك وتسوي، فانت رايح للقضاء ليه تاني؟ راح قال لي عشان بنتي، هو عايز بنته، كان عايز بنته. فقلت له خلاص ماشي، يعني ما حدش يدخل بينهم، يعني هو اختار بنته فمختار مراته فخلاص، مجرد اصدقاء واخوات فقط لا غير. كان مثلا يعني كان في وصيه قالها لك او حاجه قال لك؟ ايوه، وقال لي حاجه، قال لي بعد عمر طويل ليك انا مش يعني مش عايز تقولي لهشام ابني ما يقسيش على اخته، يعني يكون حنين مع اخته وبتاع وما يقسيش عليها، ملوش دعوه بامها خالص. وده اللي انا بوصله لهشام، وعايزه يوم الجمعه ان شاء الله هنقعد مع بعض او يوم الاربعاء مع المستشار مرتضى منصور. فبجد بجد يعني انت واختك مالكمش غير بعض، يعني سيب اي خلافات كانت حاصله، او انت زعلان اللي هو اتجوز مامي ترهام، فهي اختك وانت اخوها يعني. الأول يعني وصية حلم باقي الأخيرة ليكي كانت لا مش الأخيرة ليا، من أولها مش الأخيرة ليا، هو دايما كان بيقول لي كده. أنا شفت فيديو لأخت مراته كانت بتقول إن كل الأقوال اللي يعني هو في تعذيب ده لا 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 في حاجة تانية، كانت بتقول إن أستاذ حلمي ما كان غضبان على هشام. لما انا دلوقتي ابني مثلا انا زعلانه منه، وصيت اخواتي او وصيت حد ابني ما يخشش عليا لما اموت، ايه اللي فيها؟ انا دلوقتي اهو ببدل لك الكراسي، انا كليلى ابويا غضبان عليا، هيقول لاخواتي ما تدخلوش ليلى عليا، عادي جدا. امي مثلا غضبان عليا بعد عمر طويل هتقول كذا، ايه يعني ده بيبقى زعل، مفيش الكلام ده خالص. فكان ما كانش فيه قطيعه، كان زعل عادي يعني. طبعا وكانوا بيتواصلوا مع بعض، هو كان اختلاف هشام اللي هو ما كانش راضي زعلان من بابا كده، هو اصلا مش واصي على ابوه برضه الله يرحمه، لا حلمي واعي وعارف هو عامل ايه، كويس يتجوز يطلق براحته. لكن الوصيه كان مستمر فيها اللي انت توصليها لهشام على طول، كان بيقول كده مش الوصيه، على طول كان بيقول لي كده، على طول كان بيقول لي كده. وانا لو واحده عايزه ان انا انكر الكلام ده ما كنتش قلته، صح ولا نشكر حضرتك جدا.